السلام عليكم. قصار علي، مدينة وجدة، أخ الضحية المرحوم محمد قصار. أنا الأخ نتاعي صرات له واحد الحادثة القتل العمد. هاد الحادثة الأخ نتاعي كيسكن في وجدة وحنا كنسكن على برا في العربية. الأخ نتاعي هذاك النهار جا عندنا العربية، ولكن جاء في واحد يعني ما كاش نورمال، يعني عنده شي مشكل مع شي واحد، ما بغاش يقولنا واش كاين. جاب الزوزه نتاعو والابنه نتاعو على الموطو حطهم. وصلت له القيده نتاع الوحده. الاخ نتاعي قلنا عندي واحد الغرض مع واحد السيده نمشي نقضيه، هي هذيك. مشى نازل تلقى عاوتاني واحد الاخ نتاعي اخر، قال له فرك ماشي؟ قال له غادي غير هنا ونجي. وصحابته لهم شي عمر ليسانس ولا هي هذيك. الاخ نتاعي تعطل وسط الجوج، تعطل. حنايا كانت الصيف، كانت الحراره. اول حاجه بغيت نفكر ببلاضات. ديك الوقيته كانت 2020 27 في شهر 6، يعني باش الناس يعرفوا، باش يعرفوا هاد الكارثه فوقاش وقعت. الاخ نتاعي انا كما قلت لكم وصلت الوقيته نتاع الجوج، ما جاش. حنا نعسنا، كانت الوقيته نتاع الصيف، نعسنا. هي هذيك وصلت الربعه، هو الاخ نتاعي تضرب مع الجوج. وصلت الربعه كيعيطنا الشيخ، كيقول لنا ودي ما قلناش باللي فلان اللي تضرب، قالنا واحد مولات الحسن اللي هو الوالد نتاعي سميتو حسن، راه قاستي واحد البنت في حادثه، راه غير تقرض مرجلو. هي هذيك اول زوزه ما عرفت بالامر، قالت ودي فلان اللي هو محمد المرحوم، يعني قالت هو اللي راه دار الحادثه، هو اللي تضرب. هي هذيك احنا كنا غاديين لحقاش وجده بعيده واحد 30 كيلومتر على في كنسكنوا حنايا ما بين العيون ووجده، احنا كاين ف هي هذيك مشينا غاديين باش نمشيو نشوفوا شنو كاين في السبيطار. الزوجة التصرف تاعها كتقول ودي بلي على اساس الاخ نتاعي اللي هو راجلها بلي مات، وحنا ما كناش عارفين. حنا مشينا على اساس بلي راه غير حادثه تقرط فيها غير تقاس، ولكن حنا ملي كنوصلوا بالفعل كنلقاو السيد مات. كيعزونا الناس، ندخلوا عند الطبيب كيقول لك ها هو راه غادي خرج على ليبيرونس باش ديه مستدعى الاموات. كنشوفوا الاخ نتاعي كنلقاو كامل مضروب، كامل دمايه، ترج نتاعو مقطوعه، المهم واحد الحاله لا يرثى لها. ولكن الجندار كيقولوا بلي الاخ نتاعي ما ماتش في البلاص، بلي حتى نقلوه للسبيطار عاد تما توفى، حتى الطبيب حتى البومبيه كيقولوا. ولكن حنا عندنا الصور بلي الاخ نتاعي كان مغطي، يعني البومبيه كان جاوا الوقايه المدنيه ولقاوه في حاله يديروا الاسعافات الاوليه ماشي غطيوه، الاخ نتاعي كان مغطي. الاخ نتاعي كان واقف على جنب الطريق، خارج من الطريق، يعني ماشي في وسط الكودرون ولا، يعني خارج من الطريق في اتجاه المعاكس واقف. ما عرفناش كان يحيد الكاسك نتاعو حتى هو صافي خرج من الطريق ووقف. راه موطو بامور هاد السيد هذا جاي قصدو نيشان، يعني خارج لعندو قصدو نيشان بالتصاور بكل شيء، كيتبتو هاد الشيء انتيردي في اتجاه المعاكس. والاخ تاعي كان خارج من الطريق، خارج من الطريق، خارج من الطريق، يعني بحال نقولوا بحال حنا رانا واقفين فوق التطوار ما راناش وسط الطريق. هو خرج لعندو تما قصدو نيشان، قصدو نيشان. يا هذيك الاخ نتاعي صارت الحادثه توفى في الحال، ماشي يعني تنقلوه للسبيطار ولا. حنا مشينا عند الجندار باش يديروا، وداك الساعه الاخ نتاعي في هذيك العشيه طلع لعند الجندار واحد الاخ نتاعي اخر، لقى هاد السيد خارج مع الباب. ولكن حنا غلطونا بلي على اساس راه بنت، ماشي السيد هو اللي قاسو. باش حنا نمشيو لابريكات ما غاديش، ما نعرفوش شكون اللي هاد السيد لقاه الاخ نتاعي خارج. دخل عند لجودام سولو شكون اللي قاس المرحوم، قال له دي هاد السيد اللي كان خارج دابا. هي هذيك
قالوا علاش ما قلت ليش؟ قال له علاش غادي نقول لك باش تايا تكون هذا الشيء موس دقها فيه. اي هذيك ملي خرج ما لقاش هذا السيد. هذا السيد ما بقى تحت الحراسه النظريه، ما تحيد له رخصه السياقه، مشى قدم راسه هو للمحكمه، خلص كفاله 5000 درهم وخرج عادي بدم بارد، بحال قتل شي حصاره، بحال يعني كيسوق عادي. عنده نفوذ، عنده هو اللي كيوظف، جاتنا معلومات هو اللي كيوظف الناس في المحكمه. هاد السيد يعني عنده نفوذ، عنده الفلوس، عنده، وحنايا شفنا دراويش يعني بحال حقره، بحال ظلم، بحال حنا تحقرنا من كل طرفين، لا من طرف المخزن ولا من طرف نتاعه هو، لانه احنا غير ناس بساطة، احنا غير ناس علاقة الحال. احنا كان طلبوا بفتح تحقيق في هذه القضية ودرنا شكاية، جوج شكايات، الشكاية الأولى دارها المحامي والشكاية الثانية درتها بسميتي لرئاسة النيابة العامة، والشكاية الأولى دارها المحامي للنيابة العامة بوجدة، ولكن بجوج تحفظوا الشكايات. درنا، مشيت دخلت أنا لرئاسة النيابة العامة، عيط لهم، دخلت عند، درت طلب يعني طلب موعد لقاء، مشيت استقبلوني الله يجازيهم بخير، استمعوا لي، عيط ذاك الاستاذ اللي تما للنيابه نتاع وجده، قال لهم يعني على من حكمتوا في هذا الملف، واش هاد الناس داروا شكايه ولا هذيك هي. قال لهم صيفطوا لنا هذا الملف اللي حكمتوا فيه في الباكس، صيفطوا له. بالفعل هما كيلقاو بلي حكموا على المحضر نتاع الجندار، المحضر نتاع الجندار اش دايرين؟ دايرين هاد السيد كاين تمشى 80، ولكن الضربه ماشي نتاع 80، ولكن راه ماشي حادثه تسير عاديه، هذا راه القتل العمد. واحد ملي كيدخل في واحد بلا فران وهو كينكر، كيقول لهم انا هاد السيد ما كنعرفوش، هاد السيد كيعرفو الخال اللي هو نسيب خويا صاحبه اللي خلى الزوجه نتاع خويا. هادشي مع خلال التليفونات اللي غبروا كاين شي حاجه، ومع البحث غادي يبان كل شيء. هذا الشيء اللي حنا كنطالبوا به. السيده قبضت هذا الملف، هذا الملف يعني بحال نقولوا تضمص، هي اللي كتتبع الملف. ما دارت نوال في هذا الملف لحقاش كتعرف واحد السيده في المحكمه، وهذه السيده حتى هي كتعرف المرحوم. قلت لك راه هذه السيده راه بحال ولدي. مشات دات الوالد والوالده، دات الوالد والوالدة لعند هاد السيدة، قالت لهم راني درست الملف، شفت المحضر، المحضر مزيان، كل شيء مزيان، انا غادي نتكلف الى درت المحامي، المحامي راه غادي غير ياكلكم. هي هذيك السيدة ما بينتنا لا حق لا باطل، انا درت السيدة مضفة للمحكمة، انا باللي ما درتنا لا حق لا باطل، انا العام اللي فات درت المحامي، المحامي دخل جاب لنا المحضر، جاب لنا الملف وشنو فيه. هي هذيك قرينا الملف، قال لك ودي يعني الهضره اللي كتقولوا نتوما واللي كاين في المحضر راه ماشي يعني دايروا بلي السيد ما ماتش في البلاص، دايرين بلي هاد السيد ما دخلش في المرحوم، يعني ضربوه في التالي، ماشي ضربوه، احنا عندنا بتصاور بكل شيء، هذا ضربوه يعني جا قاصدو حكمو نيشان في الوسط. المرحوم كان يشوف يعني بحال المرحوم كان يشوف بحال نقولوا دخل فيه عرض. هي هذيك تعاونت انا والمحامي، درنا الشكايه، ولكن هذاك النهار هاد السيده اللي في المحكمه ومرت المرحوم، من ذاك النهار في شهر 5/23/2022 من ذاك النهار ما شفناهمش هاد الناس، لا مرت المرحوم لا هاد السيده اللي في المحكمه. طفاو النماري ما بقوش خدامين. اذا في هاد القضيه هادو راهم عارفين شي حاجه ومتسترين على هاد الجريمه، شنو باغي الحق ديال خوك؟ عارفين باغيين حق نتاع خونا، كما عدمو حتى هاد السيد يتعاقب، لانه راه ما كثرش حصاره، راه كثر شاب، راه كان في العمر تاعو كان ما بين 34 عام، خلى بنيه